انا جيت تنشوف هادو ديال الكويزين تيكونوا في الصالون اللي تيعجبو هاد الفيترينات هادو تري كلاسيك واللون البيض تيبقى يعني شريف شفتي كاين ديك الشكل وكاين هذا شوفوا كيفاش جايين من البعيد كاين هذه غزاله مزيونه تتكون ممكن في الصالون انا ما تعجبونيش في الصالون ولكن كل واحد وذوق بحال هذا في لاكويزين اللي كانت لاكويزين كبيره كاينين هاد التشكيلات هادو هادي تدك 99 اورو كاين هادي تدك 300 اورو كاين مثلا هادي حداها تدك 300 هادو في الصالون مثلا بيبليوتيك ولا كاين هاد التشكيلات هاد ماشي غاليين 69 ولكن اللي غزالين هما هاد عشاق المطابخ عشاق لاكويزين شوف كاين هاد الشكل هذا داير هكذا لا فيسيل تجينا الثلاجة مغلفة كوزين إيكيبي تجي من البعيد تجي بحال دابا اللي عنده يقدر يديرها فيها طبيله واللون هائل اللون مانيفيك فيها شفتي هذا شكل اخر اللي عنده يعني اللي عنده اتساع تنولي نتاسف على التصوير لان قلت لكم لاباري طاحت لي تهرست سمحوا لي بزاف شفتي بلاوط هذا الكترونيك و
هذا الكوان دايرين فيه الفران ودايرين فيه اللي عنده اتساع. علاش لا؟ شفتيها من البعيد كيفاش تجي؟ هذا شكل اخر، هذه هي صغيره، هذه تدير 1500. شفتيو هذا ديال هذا جديد ديال الضو، الفرنو ديال الضو، ونفوق منه هذا ديال لاهوت، هذه سبيسيال. وهذا هذا دايرينه شفتيو دابا ديك لا، هو ماشي جليج، هي ديك الالومنيوم حفرين. كيف تجي من النار؟ شفتي كيف جات لاكويزي اللي عنده بحال دابا هي حيط رائع. والفران هذا اللي عجبني، شفتي دابا الحيط كيفاش داير؟ هذا ماشي جليج، هذا هي الومنيوم السقين بلا ما يتعذب الانسان. فوالا كاين هاد الشكل هذا ديال لاكويزين، عاوتاني شفتيوه كيفاش داير. هاي دو هاست كاين لوس اوف لاند كاسشلان و دانا فيكل ان كاس نو اوس اون فيدا ان سما دات كاين دانا تيتل ان فور شون بير دوزين دا ان كونس فور ليكس اليس واس فلات باوس اس تيس نيم ان دا اكسبريس كاس ان سايكس نو دا ان دي بيتس اوت فاير لوس اون بس فيرتيج. هذا اللي تعجبني انا، هذا ديال شنو تيقولوا له بورسلان ثقيل ماشي الالومنيوم. وهاد الشكل هذا ولا تتعقلوا عليهم كانوا زمان، هذا ديك اللي ديدات عجبتني لافيو تخين من الفوق. وكاين عاود هاد الشكيل هذا، كاين اشكال هما هادي عاود هاد الشكل هذا. هادي مثلا اللي عنده حيط، هادي عاود شكل اخر. شفتي هذا اللي دابا بزاف، هذا تيعجبني انا اللي قلت لكم. بحال دابا الانسان بقا تياخد غير الفكره، عندك لاكويزين دخل عليها تحسينات ماشي لابد. شريف هذا دابا هذيك الكرويات داروا ديك الجليج ديال السماد المغرب شحال هذه اللي كان، ديك الجليج اللي تيطيبوه كانوا في الدور القدام، داروهم تحت لاهوط وجات دايره هكذا. دابا كيفاش جات من البعيد هذيك هي لاكويزين. شوف وهذه هكذا جات، هذه انا عجبتني دابا، هذه تحس براسك بانك في لاكويزين. دابا بحال دابا دخيله هكذا، و تنجيو تنشوفو من هنا. هاد اللون راه على الموضه كري، تدير 4000 ديال الاورو لاكويزين صح. Thank you.
Genau. شتو هاد ليديدات هادا؟ كيفاش جات من البعيد؟ هي هادي لا كويزين. فوالا انا تنوقف. هذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار على المطابخ والنظره، يعني اللي تحب يشوف الجديد. قلت ما فيها بس شك معكم، اللي تعجبو يبدل المطبخ او ياخذ فكره او شي حاجه ما فيها بس. نتمنى الله تكونوا استفدتوا، ودائما وابدا كما تنقول اللي عندهم ممتح تيتهلا فيها، واللي ما عندوش الله رحمه ويسع عليها. ساعتكم بروكان، هاكم بروك.